خلينا نطلع نشوف ماذا قال أحمد عبد القادر بعد فوز مهم وكبير على مونتيري المكسيكي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. عبد القادر ألف مليون مبروك. مش عارف أوصف الإحساس، يمكن أول كأس عالم ليا وأول فوز كمان في كأس العالم في غيابات، زي ما أنت شايف قدرنا نعوض الغيابات دي وعملنا ماتش جامد جدا الحمد لله، ربنا وفقنا على مجهودنا وادانا وقدرنا نطلع بالمكسب الحمد لله. اصعب مراحل المباراه بالنسبه لكم؟ احنا عارفين ان مونتيري فريق مكتمل جاي فول تيم، احنا ناقصنا بتحوالي 13 14 لعيب، لكن في نفس الوقت المباراه في ال 90 دقيقه، ايه اصعب اللحظات بالنسبه لكم؟ اصعب اللحظات يمكن اخر الدقائق، كله بيحاول يكمل الوقت بتاعه على اكمل وجه، فبالتالي بتحس ان في مجهود مضاعف شويه، اللعيبه في اخر الدقائق بتحس ان هي الباور والتركيز بتاعها بدا يقل شويه، فيمكن دي اصعب حاجه، كل ما بتوصل لاخر المباراه كل ما الصعوبات بتزيد، بس الحمد لله الدنيا بقت احسن في الاخر، قدرنا ان احنا نحافظ على المكسب والحمد لله، يعني اتمنى بس الاستمراريه ان شاء الله في الماتش اللي جاي باذن الله. هو ده المهم بقى، والسؤال اللي كنت عايز اسالك عليه، مباراه بالميراس مباراه مهمه جدا وبالنسبه لهم هتكون سائريه، احنا حققنا فوز ووصلنا قبل النهائي بس لسه ما حققناش الهدف بالنسبه لنا. يمكن انا قلتها ان شاء الله بقولها تاني، باذن الله باذن الله احنا لو ركزنا ومشينا زي ما احنا ماشيين كده ان شاء الله نكون في النهائي باذن الله، يمكن اول كاس عالم انا متفائل ان شاء الله نكون في النهائي باذن الله، نركز بس ونكمل على كده يعني ان شاء الله. مبروك عبد الله. الله يبارك فيك.